ياسين بونيت من والد 1992 من موالد مراكش بالضبط جمعة غمات. هادشي هذا اللي كاين ومرحبا بكم. بالنسبة لهذا العمل هذا اللي كندير هو عمل لي كريب اللي هو واحد الحاجة اللي ماشي جديدة من طبيعة الحال، هي ماشي أكلة مغربية، هي أكلة فرنساوية، ولكن واحد الحاجة اللي أثرتني اللي هي زوينة واللي أكيد أي واحد كحرفه مزيانه يقدر الانسان يستعملها. فتعرفت عليها سنين هذه منذ تقريبا 2013 في البدايه ديالي في هذا الطومين هذا، وحرفه اللي هي مزيانه وحبيتها وعجبتني بانني نخدمها ونعطيها للناس ونسوق بها للشارع المغربي والناس ككل. المغاربه ياكلوها، المغاربه كياكلوها، قولت ياكلوها الناس على برا ياكلوها. فهذاك الشيء باش قلت علاش لا ما تكون في الشارع ديالنا اللي هو شارع مراكش في المدينه القديمه. فهذاك الشيء باش كريت هاد العربه صغيره، كريت هاد لا ماشين والمسائل. الحمد لله هي خرج الارض للوجود، والحمد لله اللي واخده جابت اقبال كبير والناس يشجعوا، الناس يقول لك الله يسر الامور. كاين الناس اللي حابين الفكره وتزيدوا بك القدام. شكرا لكم ومرحبا بكم مره اخرى. اسميتو فعلا مراكش، الا جينا نهضروا على مراكش فعلا تتلقى كما قلتي بزاف ديال الاكلات اللي هما شعبيين، باولو بزاف ديال الاكل اللي هو مراكشي مغربي. ولكن فعلا لي كريب اللي شي حاجه اللي هي جديده في الشارع ديالنا، ولكن انا على يقين بانها غتنجح. علاش غتنجح؟ لانه الناس ما تعرفوا لي كريب وسط الدار اللي هي نخدمها في مقيله صغيره تكون محطوطه في سميتو، ولكن ما عمرنا كنشوفها في هذا لوسيز هذا اللي هو كبير وتتخدم قدامنا بهذه الطريقه هذه نتاع تندورها. يعني واحد الحاجه اللي فيها لو شو وفيها حتى الاكل حتى هو. فهذاك الشيء باش انا شخصيا بالنسبه لي غتنجح ان شاء الله. انا تنقول غتنجح وغادي تكون واحد الفكره اللي هي مزيانه وغادي ان شاء الله تزيد لقدام. المهم بالنسبه للاثمنه، الاثمنه اللي هما تيبداو من 7 دراهم. علاش بالنسبه لهذه الاثمنه هذو علاش درتهم؟ لانه غادي من طبيعه الحال منين نجي انا ناخذ كريب وناخذها، حنا كنعرفوا بانه الكريب غاليين دابا الا مشيتي لانغيسون غادي تاخذها بواحد 30 درهم 25 درهم. فعلاش كريت هاد الفكره هادي؟ باش اي واحد تكون في المستطاع ديالو، دري صغير انسان كبير، يجي ياخذ لي كريب، خصوصا الدراري الصغار تيبغيو لي كريب، واي واحد شباب ناس كبار تيبغيو لي كريب. علاش لا ما نديروهاش للجميع في متناول الجميع؟ يجي واحد يجي ياخذها، يجي قاوري ياخذها، يجي مغربي ياخذها، يجي دري صغير ياخذها، يجي اي واحد مرحبا به. يعني هو هي مستهدفه للجميع. يعني بالنسبه للكريب اللي كنقاد كاينين كما قلت لك 7 دراهم، 7 دراهم فيها شوكولات، شوكولات عادي تنخدمها بشوكولات عادي، وكاينه 10 دراهم كاينه فيها شوكولات بنان او لافخيز اللي هو عادي، و15 دراهم فيها بنان او لافخيز اللي بنوتيلا بيان سور، وكاينه مع لي فخوي سيك ب 20 درهم اللي فيها نوتيلا بنان فخيز ولي فخوي سيك. بالنسبه الكلمه الاخيره ديالي هي مرحبا باي واحد. هاد البلاصه هادي تصاوبات الناس ديالنا، المغاربه ديالنا، ماشي المغاربه واجانب،
الجانب بيان سور، ولكن تكريات على اساس باش نجيو ونتذوقوا شي حاجه سميتها لي كريب، ونجيو باش هذه البلاصه هذه انا بغيتها باش تكون ملتقى نتاع كل شيء، ملتقى اجانب، ملتقى نتاع المغاربه، باش يجيو ويتذوقوا شي حاجه سميتها لي كريب وياخذوا هذه التجربه، لربما ياخذوا يهضروا مع بعضياتهم بحال مثلا من تيجيو لهنا كيجيو مغاربه وتيجيو اوروبيين تيجلسوا تيهضروا مع بعضياتهم تيتناقشوا مع بعضياتهم. تعجبني انا هذه المسائل هذو لانها تتولي واحد البلاصه اللي فيها الناس يتشاركوا مع بعضياتهم معلومات، يعني ماشي فقط الاكل ولكن منها الاكل ومنها انه يجيو يهضروا الناس مع بعضياتهم ويتعرفوا على بعضياتهم. فاللي بغى يجي راه مرحبا به. انا كيف المدينه القديمه في ضرب دباشي كيدخل مع ضرب دباشي قدام حمام الف ليله وليله، راه مرحبا به. اللي بغى شي حاجه مرحبا بكم الشباب. وبالنسبه للانستغرام راه سميتو كيف كريب كاش، اللي بغى يتابعني راه كاين في انستغرام ديالي سميتو كريب كاش. بالنسبه للفيديو اللي صورت مع الشاب، انا في الاول من طبيعه الحال هو فيديو اللي درته، وكان كان كان على سبيل انني فعلا بغيت هذاك الانسان جا فعلا كمساعده. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.